شو صار لليوم رح يكون عن السوريين ومشاركتهم في الانتخابات البلدية التركية؟ اتهمت أحزاب في المعارضة التركية الحزب الحاكم برغبته في تعديل أو تغيير نتائج الانتخابات البلدية عبر المجنسين السوريين. البعض اعتبر ذلك تهويلا ومبالغة، خاصة وأن نسبة المشاركين السوريين في الانتخابات التركية لا تتعدى الواحد بالألف. صحيح، مع ذلك يخشى بعض السوريين في عدد من المدن التركية من أي ردود سلبية حيالهم في ظل الشحن اليومي تجاه مشاركتهم ووجودهم. عن الانتخابات البلدية التركية ومدى فعالية السوريين في المشاركة، عن النصائح التي يمكن من خلالها تجنب أي مواجهات مع بعض الأتراك، غيرها من الأسئلة هي رح تكون موضوع شو صار لليوم. خلونا بالبداية نشوف التقرير. ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقحام اللاجئين السوريين في لعبة الانتخابات التركية، فمع قرب موعدها يصبح وجود السوريين محلاً للنقاش والخلاف، خاصة بعد حصول جزء منهم على الجنسية التركية. اليوم عادت أحزاب تركية معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري لتلقي بالاتهامات ذاتها التي أطلقتها في الانتخابات الرئاسية العام الفائت حول وجود خطة من الحزب الحاكم لتعديل نتائج الانتخابات البلدية، وذلك عبر دفع المجنسين السوريين للمشاركة بكثافة، ما يعني بالنسبة للقوى المعارضة تغييرا للنتائج، كما صرح بذلك رئيس بلدية مدينة هاتاي لطفي سافاج. هذه التصريحات أو الإشاعات وفق رأي بعض المحللين سرعان ما قابلها تصريحات من قبل مسؤولين في الحكومة التركية حول أن نسبة السوريين المشاركين في الانتخابات التركية لن تتجاوز 1 بالألف من عموم الناخبين في البلاد، كما أن نسبة مشاركتهم في ولاية هاتاي أقل من 2%، الأمر الذي يشكك بدعاوى المعارضة حول فعالية مشاركة السوريين. تعد الانتخابات المحلية التركية هذا العام ذات طبيعة خاصة للمجنسين السوريين، كونها تعد الأولى التي يشاركون فيها، وهو ما يشكل مصدر فرح لغالبيتهم، إذ لطالما حلموا باختيار ممثليهم داخل سوريا. مع ذلك يبدي بعضهم تخوفه من أن تكون هناك ردود فعل ضدهم في ظل التصريحات والقرارات التي أصدرتها بعض البلديات مثل هاتاي حول منع تجوالهم أثناء العملية الانتخابية. ويبقى السؤال، كيف على السوريين في تركيا أن يتعاملوا مع هذه التصريحات؟ بدنا نرحب بمشاهدينا اللي انضمونا عبر البث المباشر على الفيسبوك، وبدنا نبدأ معكم بسؤال حلقة اليوم. مع قرب انتخابات البلدية في تركيا، هل تعتقد أن السوريين المجنسين يؤثرون في نتائجها؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. بدي رحب بضيوفنا، رح يكون معنا عبر سكايب غزوان رنفر رئيس تجمع المحامين الأحرار، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. تحياتي لحضراتكم. أهلا وسهلا فيك. وفي الاستوديو رح ينضم معنا بكير أتجان، باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. برأيك الشخصي، هل يؤثر السوريون الموجودون في تركيا واللي أخذوا الجنسية التركية، هل يؤثرون على نتائج الانتخابات البلدية التركية؟ يعني طبيعي لا يكون تأثير لهم، لأن حتى الآن الذين حصلوا على الجنسية حوالي 70,000 أو 74,000 شخص، وهذا عدد قليل جدا جدا مقارنة مع عدد سكان تركيا، لأن حسب ما ذكر التقرير يشكلون 1 بالألف فقط. نعم، من عدد الناخبين أكثر من 60 مليون في تركيا، لذلك إذا أخذنا بين الاعتبار عدد الناخبين 60 مليون، ف70,000 لو كلهم ذهبوا للانتخابات لن تكون لها أي تأثير أبدا تقريبا. طيب الأحزاب التركية المعارضة ألا تعي هذا الموضوع؟ الطبيعي، ولكن تريد استغلالها، ولكن ربما لها بعض. مثلا على سبيل المثال مدينة كنس، عدد السوريين المتواجدين في مدينة كنس مقارنة مع المحليين أكثر، فإذا كان هنا الحاصلين على الجنسية عدد كبير فلهم تأثير مباشر على المرشح. نعم. ولكن هذا يكون
يعني صدفة ربما مرة واحدة في بعض الأماكن أو في, في ولاية. المناطق الصغيرة يعني في البلدات الصغيرة على سبيل المثال الريحانية، الريحانية عدد من السوريين عدد كبير متواجدين، وإذا كانوا يعني لهم الجنسية أو عندهم الجنسية التركية فيكون لهم تأثير ولو بسيط هناك لأني نسبة عالية، ولكن بشكل عام في تركيا طبيعي لا تؤثر. خلينا نسأل الأستاذ غزوان، يا ترى من خلال متابعتك للموضوع في تحضير أو رغبة من السوريين للمشاركة بالانتخابات البلدية التركية؟ هلا رغبة أكيد موجودة ومتوفرة لدى معظم اللي حصلوا على الجنسية التركية وخصوصا فئة الشباب، لأنه هي نافذة أو يعني مساحة جديدة بالنسبة لهم ما سبق اختبروها أو عاشوها أو مارسوها في بلدهم. بطبيعة الحال يعني تحضيرات، لا ما في تحضيرات، كل ما هنالك هناك تواصل مع بعض السوريين المجنسين من قبل مرشحين، حصل هذا في مدينة مرسين مثلا، حصل تواصل من المرشحين مع السوريين المجنسين، بل بالعكس نحن طلبنا أنه من السوريين المجنسين أنه يتواصلوا مع كل المرشحين من كل الأحزاب ويفهموا يعني البرامج، ما يكتفوا بأنه يلقوا بأصواتهم في الصندوق دون معرفة أنا لمين عم صوت ومشان شو عم صوت له. صحيح، يعني أغلب السوريين المجنسين ما عندهم اطلاع مين هن رؤساء البلديات الجدد ولا يعني لمين بيتبعوا لأي، بس مثل ما ذكرت حضرتك أنه في حدا عم يتواصل معهم على طول لحتى يدلوا بأصواتهم. رح نرجع لك أستاذ غزوان. أستاذ بكير، حكينا عن الريحانية، حكينا عن كلس، بالنسبة لهاتاي ليش التركيز على هاتاي في المعركة الانتخابية؟ يعني لأني ربما كما أشرت في داخل المدينة، المدينة الكبيرة ما بيكون لها تأثير، ولكن في البلدات كما قلت قبل قليل إن كانت الريحانية أو يايلدغ أو بعض المناطق التي تواجد فيها عدد السوريين بكثرة لا بتكون لها تأثير، لكن هذا التأثير لن تكون تأثير يعني كبير جدا حتى تغيير. ولكن حتى فرضت البلدية يعني مثل منع تجوال للسوريين يوم الانتخابات، هل برأيك السبب أنه رئيس البلدية هو من الأحزاب المعارضة؟ لا، هنا بالدرجة الأولى خاصة المناطق بعتقد في التحذيرات، لأني بتعرفوا في بعض الأحزاب أخذت موقف منذ البداية وتحرض المواطنين الأتراك على السوريين بين الحين والآخر. على أساس هذا المنطق السوريين يعني طبيعي من الأفضل أني وخاصة في تركيا يعني في الفترة الأخيرة يعني يجب المتجنس خاصة اللي عنده الجنسية يجب أن يقول هو يحمل الجنسية، يعني هو تركي، إذا يعني يمتاز كما يمتاز المواطن التركي الآخر، لذلك هنا يجب ألا يعني يكشف عن هويته السورية بكل مكان. هو تركي طبيعي وله جميع الحقوق، يستطيع أن يرشح نفسه أن ينتخب أو لا ينتخب كما يريد، فلذلك لا داعي أن يقول في كل مكان أنا هنا سوري وكأنه يريد تحريض شيء آخر بالمقابل، يجب أن يدعي بأنه هو مواطن زي وزي أي واحد آخر بما فيه رئيس الجمهورية، لأني هم في تركيا كل مواطن له جميع الحقوق والواجبات بعد أن يحصل الجنسية، لذلك لا داعي أن يذكر بين الحين والآخر بأنه هو سوري. للأسف أنا ألاحظ، طبيعي هذا ليس نكرانا، ولكن يعني على سبيل المثال نفرض في سوريا واحد اتجوز وحدة روسية واجت لهناك وكل شوية بتقول أني أنا روسية أنا روسية، فبالأخير المواطنين اللي حواليها طالما أخذت الجنسية وأنت اعتبرتي نفسك عروسة سوريا يعني فأخذت جميع الحقوق فأنت إذن سورية زيك زي الناس الآخرين. نعم إذا سئلت أو سئل الشخص لابد أن يقول على الجنسية التي كانت سابقا أو اللي يعني أن يفتخر فيها إذا كان سوري ولا تركي ولا روسي، هذا ما مانع أن ينكر الأصل لا، ولكن يمتص غضب الأتراك. نعم نعم بين الحين والآخر. كنا بنحكي تحت الهواء أنه هذا بالقانون التركي مجرد حصل على الجنسية بحق له يشارك بأي نوع من أنواع الانتخابات. نعم. إن كانت بلدية أو غيرها حتى ليرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، لأن في شروط بحق له يترشح. نعم لرئاسة الجمهورية، حتى أي سوري يحمل الجنسية التركية الآن في الانتخابات المقبلة، الآن بلديات لكن نفرض جدلاً
الانتخابات لرئاسة الجمهورية أو للبرلمان أو للبلديات يحق له أن يرشح نفسه لهذه المناصب. طيب أستاذ بكير، من بين الجنسيات العربية الثانية أو حتى الأجنبية ككل، كان في حصول على الجنسية التركية أو كان في حملات ضد الأجانب بأي حملات انتخابية كانوا بدهم يشاركوا فيها؟ نعم الأجانب؟ نعم، حصلت هذه في السنوات الماضية. إذا مثل مين؟ ربما أنتم لا تتذكرون جيدا، حصلت في سنة 1909 أو بالثمانينات 85-86، كان في لجوء كبير من العدد من بلغاريا، مع العلم بأن هؤلاء الذين جاءوا هم من أصول تركية، لكن نعم كان عدد كبير. كانت هناك احتجاجات من الأحزاب بين بعضها البعض على هؤلاء، يعني ليست للمرة الأولى، لأن لما الحزب الآخر لما يرى نفسه بأنه سوف يخسر في هذه المعركة فلا بد أن يبرر نفسه بأنه هو لم يخسرها، وإنما خسرها لأسباب، وواحدة منها تجنيس بعض الأجانب. نعم الأجانب. بدي أرجع لك أستاذ غزوان، يعني كنت عم تحكي أنه في مشاركة، في نية مشاركة من قبل السوريين، وفي تواصل أساساً مع المرشحين للانتخابات. بعد هاي الأجواء واللي عم يسمعوه من الأحزاب المعارضة، شو كانت ردة فعلهم؟ تابعوا بالتواصل أم في ناس خلاص قررت أنه ما تنتخب؟ لا هلأ من نميز أنه الوضع ربما بمرسين يختلف عن الوضع في هاتاي. الموضوع مثلا أن يصدر تعميم بحظر تجول السوريين، أنا بشوفه أنه هذا انتهاك أصلا للقانون. نعم. من قبل رئيس البلدية في هاتاي. كان في ردة فعل من قبلهم، من قبل السوريين، على حقوق السوريين في المدينة. ناحية تانية صحيح، يعني بالوضع الطبيعي أصلا واحد براعي أنه في حال انتخابية في تشنج بين المرشحين وأنصار، ولكن هذا ما بيعني أنه يكون السوريين هن مكسر عصا انتخابي لهؤلاء. فيما يتعلق بالوضع بمرسين، الوضع بمرسين مثلا مختلف جذريا، ما في هال، يعني صح في موقف نسبي تجاه السوريين من بعض الأحزاب، ولكن لا يمثل ظاهرة. يعني أنا اللي بدي أقوله أنه المؤسف أنه بعض أحزاب المعارضة يعني عم تريد استثمار الموضوع انتخابيا، بس المشكلة أنه الطريقة كتير شعبوية. يعني في حين أنه تجنيس السوريين مو هدفه مثل ما عم يحاولوا يسوقوا أنه والله الحصول الحزب الحاكم على أصوات المجنسين لا مو صحيح هذا الكلام. لعملية التجنيس هدف استراتيجي تركي بعيد المدى، يعني هي واحدة من أدوات القوة الناعمة اللي عم تصنع تركيا لنفسها. نعم. وبالتالي هي نقطة قوة للدولة التركية وليست نقطة سوداء. صحيح. يعني وقد يكون الهدف إنساني أيضا. كملي معكم ضيوفنا ومشاهدين الكرام، بدنا نأخذ إنفوغراف حول مدى فعالية السوريين في الانتخابات البلدية. Thank you.
أستاذ بكير، أكيد يعني الأحزاب المعارضة كان لها تأثير على الشعب، ويمكن فينا نفسر يمكن موضوع اللي صار بهتاي، إذا فينا بس نبرر أو من وجهة نظرك هو خوفا على اللاجئين السوريين، أو فينا نقول المجنسين من أي مشاكل ممكن تصير بين الشعبين، أو لا مثل ما ذكر أستاذ غزوان أنه انتهاك لحقوق المجنسين؟ لا أظن يعني قصد الانتهاك، وإنما القصد من هذه القرارات حماية السوريين واللاجئين على رأسهم، لأن تركيا تحرص دائما أن لا يكون حتى أن لا تستغل هذه بأن هناك مشاكل، إن كانت من طرف الأحزاب المعارضة أو من طرف الإعلام التركي أو من طرف الإعلام العالمي، لأنهم ينظرون دائما أن يكون في مشكلة بين السوريين والأتراك، وهذه غير جيدة. لذلك البلدية من نية طيبة لما تخرج هذا القرار لأسباب عديدة، وأهمها أن حماية السوريين من أي مشاكل، لأنهم أقلية مش كتار، يعني نفرض جدلا واحد صار معه شفا حيقول الأتراك هجموا عليهم، والعائلات التركية لما تستغل هذه في هيك حالات فتكون ضجة إعلامية محلية وعالمية، وهذه لن تكون لصالح تركيا ولصالح حتى السوريين في نفس الوقت. لذلك لحمايتهم من الأذى ومن المشاكل التي ربما تحدث، يعني ممكن أنه نشوف انتهاكات من قبل الشعب التركي في تأثير من قبل أحزاب المعارضة. يعني الواحد بكون يعني بتعرفوا في بعض الناس متأثرين من سياسيا من الذين يدعون بأن السوريين لهم تأثير، فربما في اليوم التالي لما بيشوف أني خسر صديقه قريبه فبيروح يشم أني هذا الشخص ليش كان. وين دور الإعلام التركي؟ ليش ما بيوضح هالشيء؟ يعني هلا نحن عم نحكي على انه نسبه السوريين لا تؤثر على الانتخابات، نعم. ليه ما بيحكوا هيك بالانتخابات؟ لا بيحكوا بالاعلام التركي. وعلى سبيل المثال وزير الداخليه بتعرفوا صرح عده مرات دائما بيقول حتى المشاكل التي تحصل في تركيا باسم السوريين نسبة قليلة جدا بيحكيها، يعني ليس فقط هو رئيس الجمهورية الوزراء الكل، ولكن هذه الإعلام هذا مش ممكن توصل على كل الأماكن، وخاصة في الأماكن الصغيرة في البلدات حتى ربما ما بيسمعوا كل هالأصوات هذه. ولا برأيك هل يجب إقامة حملة عن طريق الإعلام التركي لامتصاص غضب الشارع التركي بشكل عام ضد السوريين؟ ما بعتقد في هيك شيء مدروس، لا يعني متروكة على مثل ما بيقولوا في سبيل الله، صار ما صار ما بصير يعني. لكن في شيء معروف اني دائما بتشوف وبتسمعها بين الحين والآخر بشكل عام طبيعي، اني السوريين هم يعني نسبة قليلة ولن يكون لهم تأثير بشكل عام، يعني ولو الأربع مليون الآن يدعون لو أصبحوا مواطنين لن تؤثر لا على الانتخابات ولا على الاقتصاد من الناحية ولا على التغيير الديمغرافي بشكل عام. من الناحية السلبية الطبيعية أقصدها، بالعكس نحن يعني كأتراك نقول لها تأثيرات إيجابية كتير. أولا لنا قرابة منذ فترة طويلة حدود صحيح. مشتركة، علاقات قديمة جدا، ثقافية اقتصادية سياسية، تاريخ مشترك، مصير مشترك، قرابة، جوار، كل هذه بتكون لها تأثيرات إيجابية، فالتعايش مع بعض بتكون لصالح الشعب التركي أكثر. خلينا نسأل الجانب السوري بهذا الموضوع أستاذ غزوان. سمعت حكي الأستاذ باكير، برأيك بالنسبة للسوريين هل يمكن أنه يتأثروا بهذه الإشاعات؟ لا، بطبيعة الحال السوريين حريصين جدا أصلا على أنه ما يحصل أي احتكاك له آثار سلبية لا بخلال الانتخابات ولا حتى خارج نطاق يعني الوضع الانتخابي. في ملاحظة بهذا السياق بحب وجهها لأخوتنا السوريين إذا بتسمح لي، وخصوصا المجنس اللي رايح يقدم صوته لأي مرشح هو اختاره، إذا لم يكن يتقن اللغة التركية فالرجاء عدم الذهاب إلى صندوق الانتخابات، لأنه هذه القضية تمثل حساسية يعني وتستفز التركي، لأنه اللغة كالعلم التركي ولا يسمح له أن يساعده أحد، هذه نقطة مهمة. لا يسمح أن يساعده أحد، مسألة مقدسة لدى الأتراك وعلينا. طب أستاذ غزوان، سؤال سريعا، فينو الشخص المجنس ما يروح ينتخب يقول أنا ما بدي شارك؟ طبيعي فينو طبيعي، من حقه الطبيعي، يعني أنا حسب ما فهمت من أشخاص أنه في شيء حدا عم يجبرهم على الانتخابات. لا لا لا، ما حدا، بكل القوانين بكل العالم بما فيها تركيا حق الانتخاب هو حق لك أن تمارسه ولك أن تمتنع عن ممارسه، يعني ما هو شيء ملزم للإنسان أنه يروح ينتخب.
طيب استاذ بكير، حكيت انه يمكن ما في حدا يساعده، هذا شرط من بين الشروط. المنتخب يدخل لوحده، لا غير مقبول يروح مع شخص اخر لكي لا يؤثر على الانتخابات، هذا القصد. ليست بانه السوري لا يعني ان كان اي شخص، ان كان حتى الاعمى لا يسمح له بان يدخل معه شخص اخر. صحيح. لا من الداخل ولا من الخارج، يعني هو حسب امكانيته لازم. حتى العائق، الشخص العائق لما يدخل يقولوا له لا نسمح بالدخول. لذلك اللي قارن اللغه اذا ما يعرفهاش حيلاقي صعوبات، لان مش حيفهم، لازم يوقع، لازم يكتب بعض الامور. تمام. ولو بسيطه ولكن لازم يعرفها يعني. نعم. علشان نحن الأخطاء اللي ممكن تكون. مشاهدينا، مع قرب انتخابات البلديات في تركيا، هل تعتقد أن السوريين المجنسين يؤثرون على نتائجها؟ كانت النسبة نعم 42% ولا 48%، يبدو هلأ الناس راح تغير رأيها لأنه لا 58% ونعم 42%. أستاذ غزوان، تعليق أخير. يعني بتقديري ما بتشكل، يعني أصوات السوريين اللي هن أصلا بحق لهم الانتخابات ما بتشكل فارق نوعي أو يعني أو إلى وزن نوعي في تغيير الموازين. صحيح، خاصة بعد هالفقرة اللي كررت يعني حضرتكم بالمعلومات فيها، أكيد رح يتغير المفهوم تماما. لذلك يعني ما بشوف انه سوى انه هي محاولة للاستثمار لا اكثر ولا اقل. نعم، بدنا نشكرك، شكرا جزيلا غزوان قرنفر، رئيس تجمع المحامين الاحرار، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة، ويعطيكم الف عافية. شكرا لك. وفي الاستديو بكير أتجان، باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، شكرا لوجودك معنا. تحياتي لكم. كملي معكم مشاهدينا، فاصل ورجعين.